ومن معاني التمني أيضا القراءة. تمنى كتاب الله أول ليلة، يعني قرأ، وعليه أرادوا، على هذا المعنى أرادوا أن يفسروا قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناه من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته. ودي لها قصة يجب أن نتعرض لها هنا، لأنها دائما حين تأتي كلمة التمني لازم تيجي هذه القصة، لأن دي مدخل لكثير من الناس ممن يريدون أن يشككوا في صدق القرآن نقلا عن الله بواسطة رسول الله. في سورة النجم، سورة الإيه؟ المنتهى، أفتمارونه على إيه؟ على ما يرى، إلى أن قال عند قوله سبحانه: واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ تلك الغرانيق العلى، تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. كان ذلك من دس الشيطان، لأن الغرانيق يعني الأصنام، وعلى وشفاعتهن ترتجى، دي كلام مش لا ينسجم مع منطق القرآن في إيه؟ في دعوة الوحدانية لله سبحانه وتعالى. تلك الغرانيق الأولى العلا، وإن شفاعتهن إيه؟ لترتجى. ولكن الشيطان حين نفس في رسول الله هذا الكلام أحكم الله إيه؟ آياته، فقال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الإيه؟ الأخرى، أفتمارونها، أله الذكر ولكم، ألكم الذكر، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة إيه؟ تلك إذا قسمة ضيزة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها إيه؟ من سلطان. يريدون أن نتمنى بمعنى قرأ، وإذا ما قرأ الرسول أو النبي ما ينزل له من الله، يقوم الشيطان ينفس بعض أفكاره في منطق الرسول، ولكن الله يصفي كلامه مما يلقيه الشيطان فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله إيه؟ إذن برضو ربنا مش هيسلم على هذا أيضا، الله لن إيه؟ لن يسلم. كلام طيب، ما دام الله لن يسلم نبحث بقى الآية كده على إن يعني بعيد عن الحكاية دي، نقول له تعالى بقى: لو أنك فطنت إلى قول الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وقلت تمنى بمعنى قرأ، وبعدين قلت ربنا ينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته، يبقى مش هيسيب رسوله ويغلف على طول، يخلي الشيطان يحط كده، إنما إيه؟ ربنا يصفيه. يبقى إذا ضمننا أن كل ما ينتهي إليه الرسول مصفا، يبقى اللي حننتهي إليه أولا أن كل ما وصلنا من الرسول يبقى مصفا، يبقى اطمأننا على أن ما فيش حاجة مما ألقى الشيطان حين تمني رسول الله أو قراءته حيبقى لنا، ما دام ينسخ الله إيه؟ ما يلقي إيه؟ ما يلقي الشيطان. طب لو قلنا بقى ينسخ الله ما يلقي الشيطان، طب ايه اللي خلاكوا تعرفوا اللي القاه الشيطان بقى؟ ايه اللي خلاكوا تعرفوا اللي القاه؟ ما دام ايه؟ ما دام الرسول ربنا هينسخ اللي ايه يلقيه الشيطان ويحكم، يبقى الرسول ما قالكوش الا المحكم، ما قالكوش الا المحكم. ثم تعالى ابحث بقى في الايه بحث كده بالعقل كده. اولا، ما هو الرسول؟ الرسول إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه، مش كده؟ طب وما هو النبي؟ النبي هو إيه؟ برضو أوحي إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، يبقى له خصوصية يعني مدام ما أمرش بتبليغه. طب أوحي إليه بشرع لم يعمل به، يبقى الشرع ده بتاع إيه؟ ما دام مش لا يبلغه، يبقى شرع الرسول اللي ايه؟ اللي قبله. يبقى اذا ما جابش حاجه جديده، اذا مش هيقرا على الناس شيء جديد،
فإذا قلتم ذلك في الرسول في أن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولو كانت الآية ما جاتش ولا نبي كان يمكن الكلام ده ينقال، إنما ده النبي لا بيقرأ حاجة ولا بإيه ولا بيقول حاجة، يبقى ما فيش إلا كلام الإيه وما دام النبي جيت في الحكاية دي يبقى لابد أن يكون للتمني معنى آخر غير القراءة، لأن القراءة ما فيش نبي جه وقال اللي نزل عليها كلام اسمعوه وأقرأ وأعمل، ما حصلش الحكاية دي أبدا أبدا، بيشوف الشرع اللي قبل منه إيه وبيعمله، يبقى هو مقروء من الرسول الذي إيه الذي سبقه، يبقى ساعة يقرأه النبي إذن سيقرأه محكما أم غير محكم؟ محكم، يبقى ما فيش فيه المنسوخ، ما يبقاش فيه، يبقى مدام قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يبقى التمني لازم يصدق في الرسول وفي النبي. إن قلتم بالقراءة نقول النبي ما بيقرأش لأنه لا يقرأ إلا ما أخذ من مين؟ من الرسول الذي هو قبله، والرسول اللي هو قبله حيجيب الكلام بما ألقى الشيطان وبالمنسوخ ولا حيجيب المحكم بس؟ يبقى إذن التمني لا يتأتى بهذا المعنى في منطق الآية، في منطق الآية يتأتاش، يبقى ابحثوا للتمني عن معنى آخر غير منطق هذه الايه. نقول له طيب يبقى التمني مال هنا ايه؟ وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نقول الرسول والنبي، الرسول جاي بشرع يبلغه ويعمل به، النبي الشرع هيعمل به بس، يبقى أسوة سلوكية فقط، أسوة سلوكية بس. أمنية ساعة ما يكون أسوة سلوكية، وأمنية الرسول ساعة ما يكون اسمه أسوة سلوكية وبلاغية. أمنية إيه الرسول؟ مش أن ينجح في مهمته؟ طب ينجح في مهمته بماذا يكون؟ بحمل الناس، مش كده؟ على المنهج الذي بلغه عن الله وعمل به إن كان رسولا، أو عمل به إن كان نبيا. يبقى أمنيته إيه؟ أمنيته أن يشيع ذلك المنهج إن كان رسولا فبلاغا وسلوكا في الناس، وإن كان نبيا فسلوكا أمام الناس، دي أمنيته. ولكن هل ترك الله الناس للرسول اللي يبلغهم عن منهج الله، ولا هناك عداوة مسبقة وشيء ربنا عمله بينزغ في قلوب الناس وهو الشيطان، مش كده؟ يبقى الذي يضع العراقيل أمام أمنية كل رسول من هو؟ الشيطان. إنه الشيطان. إذن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يبقى التمني بتاعه إيه؟ هو حب أن يحصل شيء. إيه اللي يحب أن يحصل؟ أن يسود منهج الله في الأرض لينتظم حركة الناس. ولكن هل ترك الرسول ومنهجه يبلغ للناس بدون من يضع أمامه العراقيل؟ من الذي يضع العراقيل؟ الشيطان. يبقى وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي أحب، مش كده؟ أن يسود منهجه في الوجود، ولكن الشيطان لا يدعه يتم هذه المهمة بسهولة، بل يلقي في طريق مهمته وما يحبه العقبات. ولكن أرأيتم رسولا خزل عن رسالته أبدا؟ كل رسول جاء إما أن كان زمان قبل أن يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ربنا يعني يجعل العذاب من البشر للبشر، بل كانت السماء التي تتولى التأديب، يتغرق يتخسف يتعمل أي حاجة. إذن فهل رأيتم رسولا أسلمه الله إلى القوم وإلى الشيطان يضعون العراقيل، ولا كل رسول تمت رسالته إما بإهلاك من يخالفه وإن جاء من إيه من آمن به والرسول ينتصر ولا؟ إذن يجب أن نفهم الآية على قول على معنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي أحب حبا شديدا قد يبلغ درجة الاستحالة، وإنه أمر مش ممكن، لأن مش ممكن الناس كلها تبقى مؤمنة. وهل الشيطان يدعه في تمنيه؟
لا يضع العراقيل وينصب الفخاخ للناس ليأخذهم عن منهج الرسول والداعية، ولكن أيترك الله الشيطان يفعل ذلك مع كل الناس؟ لا، ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله إيه؟ ثم يحكم الله آياته. وبذلك لا ندع مجالا أن رسول الله حين كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل فيلقي فيما يلقيه الرسول كلاما، وإن كنا سنقول بعد ذلك أن الله سينبه إليه وينفيه، بل إحنا نفيناه من أول الإيه؟ الأمر. من أول الأمر.